اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن منذ قليل كمان الاتحاد الافريقي اعلن عن مواعيد مباراتي الجولتين اللي جايين بقى. الاهلي هيلعب المريخ السوداني في ام درمان يوم 3 ابريل الساعه 3 العصر. ما دام الساعه 3 يبقى يوم 3. ليه؟ لانه قال لك الاهلي مع سيمبا التنزاني يوم 9 ابريل 9 مساء. فاللي هيلعب 9 ابريل هيلعب 9 مساء. الاهلي وسيمبا التنزاني في القاهره ويحكمها بملكه سيمبا الاثيوبي. دي مباراه الاهلي وسيمبا، لكن مباراه الاهلي والمريخ السوداني هيحكمها طاقم حكام اثيوبي، اسف، بملكه سيمبا. ده مباراه ام درمان، الاهلي والمريخ 3 ابريل 3 العصر. هو المريخ بيلعب عاده الساعه كام؟ المباراه اعتقد احيانا نهارا واحيانا مساء. لكن الاهلي وسيمبا 9 ابريل 9 مساء في القاهرة، يحكمها مصطفى غربال الجزائري، وده بالمناسبة الحكم بتاع القاضية ممكن. ده الحكم اللي حكم مباراة الأهلي والزمالك في الدور النهائي. وبمناسبة الزمالك كمان الاتحاد الأفريقي ثبت موعدي مباراتي الزمالك. الزمالك هيكون في الجزائر مع المولودية يوم 3 إبريل الساعة 9 مساء، هيديرها طاقم حكام من بوروندي. وهيختم الزمالك يوم 10 إبريل مع تونجس السنغالي في القاهرة، وهيديرها طاقم حكام ليبي بقيادة معتز إبراهيم. يعني الزمالك هيلعب 3 إبريل في الجزائر، والأهلي هيلعب 3 إبريل في المريخ. والماتشين بالليل، الزمالك المباراتين 9 مساء في الجزائر، ومساء أيضا مع الفريق السنغالي في القاهرة. إذن الزمالك 3 و10، والأهلي 3 و9 إبريل. ربنا يوفق. أنا خليني في الأهلي، الزمالك طبعا نتمنى له التوفيق، لكن خلينا في الاهلي. ربنا وفقنا في ماتش المريخ، مهم جدا مباراه المريخ. هو دلوقتي الحسبه بتاعه الاهلي ان شاء الله تعالى عشان يطلع اول البطوله او اول المجموعه، يكسب المريخ السوداني وباذن الله تعالى يلعب على الفوز مع سيمبا في القاهره. فوزه باكثر من هدف يضمن له باذن الله صداره المجموعه، لانه لو بصينا على المجموعات التانية هنلاقي الترجي بيضمن صدارته، الوداد بيضمن صدارته، وصن داونز بيضمن صدارة. طيب احنا دلوقتي بس عايزين نقول ان الفوز في الخرطوم هيخليك وصلت، الفوز في القاهرة هيخليك تتصدر. خلينا نعمل كل مباراة مباراة بمباراتها، وبعدين هقول لك الحزبة بتاعت سيمبا ازاي بعدين.